رب يا الله يا رب. بونو 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 ياسين 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 يا الله 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 بونو 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 من الضحكة حبتو ماشي عادية عربي حر. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غيكون عندنا الحلقة الثالثة من السلسلة ديالنا مهنة حارس مع العملاق ديالنا ياسين بونو. اذا الخوت في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نكملوا السلسلة ديالنا اللي كنا بديناها الخوت ديال ياسين بونو مع نادي إشبيلية، وكذلك الى جانا شهر نحاولوا نتقلوا بياسين بونو ونبدلوا الخوت من الكارير ديال الحارس ديالنا. فبلا ما نطول عليكم اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وخليو معاكم شي لايك باش تقترح هذا الفيديو هذا، وخليونا ندخلوا مباشرة الفيديو ديالنا. قبل ما نبداو الدراري كيف العاده غنطلعوا التعليق ديالكم عندنا. اول ديديكاس لامجد من فاس، ديديكاس لك، وهنا ديديكاس العاطيه من فاس كذلك ديديكاس لك، وديديكاس للجاليه المقيمه بفرنسا ديديكاس لك. واي واحد الخوت بغى يطلع التعليق ديالو خليه لي في التعليق، وان شاء الله غنطلعوا في اي فيديو كيدوز في هذه القناه هذه. اذا كما كتشوفوا الخوت عندنا الاسطوره ديالنا ياسين بونو في الطاقه 84 سن و 31 سنه حاليا الدراري في إشبيلية. غنكملوا الخوت السلسله، واللي بغى الحلقه تلقاهم في القناه ان شاء الله، الحلقه الاولى والحلقه الثانيه وهذه الحلقه الثالثه. دابا غنمشيو ديريكت الخوت نوريكم فين وقفنا الخوت في دوري الابطال. كما كتشوفوا هنا إشبيلية كتحصل المركز الاول 5 نقاط، مانشستر سيتي 5 نقاط، بوروسيا دورتموند 5، وكذلك هنا كوبنهاغن 0 نقطه. اذا هذه هي المجموعه ديال سيفيا في الشامبيونز ليغ. اما بالنسبه للدوري الاسباني الخوت فإشبيلية كتحصل المركز الرابع عندنا 25 نقطه، والمتصدر اللي هي البارسا ب 31 نقطه، الفرق اللي 6 نقاط الخوت في الدوري الاسباني بالنسبه للترتيب. اذا كما كتشوفوا غيكون عندنا في هذه الحلقه هذه مباراه مع كوبنهاغن الجوله الرابعه من الشامبيونز ليغ، وكذلك مباراه مع إلشي في الدوري الاسباني، والمباراه اخيرا الخوت مع قاديش، وغتكون عندنا مباراه مهمه مع مانشستر سيتي في الشامبيونز ليغ، والمباراه مع بلد الوليد. وغنتقلوا الشهر الثاني مباشره الخوت اللي غتكون عندنا المباراه الاولى اللي غتكون مع الميريا في الدوري الاسباني الدراري، وكذلك مباراه اللي غتكون مهمه مع دورتموند في الشامبيونز ليغ الجوله الاخيره، ومباراه مع سيلتا فيغو اخر مباراه اللي نختموا بها اللي هي مباراه ديال اوساسونا. اذا الخوت دابا غنمشيو ديريكت للانشيطه. كما كتشوفوا هنا عندنا اقرا كتاب حول رائد الاعمال، اذا تم اكتمال النشاط دينا 30 نقطه من المبدع و10 نقاط ديال المتفرد كما كتشوفوا ديال لصالح ياسين بونو. اذا هذا هو التقويم ديال الخوت التسوق. بالنسبه للاستثمارات عندنا اكاديميه رياضيه كنا فتحناها الخوت جائزه باش نستلموا الاموال ديالها، اذا غنديروا اوكي تم اكتمال النشاط، اذا خدينا الخوت الاموال اللي كاينين في هذه الصفقه هذه. اذا كما كتشوف هذا هو الصالير ديال ياسين بونو اللي كاين بالكم هنا. دابا غنمشيو ديريكت للخوت الشخصيه، عندنا الخوت المتفرد 25% 834 نقطه بالنسبه لياسين، والقلب النابض 27% 901 نقطه، اما المبدع فهي الخوت 1552 نقطه 48% بالنسبه للشخصيه ديال ياسين بونو. دابا غنمشيو ديريكت للمباراه الاولى اللي غتجمعنا مع كوبنهاغن، اذا سيفيا كوبنهاغن ياسين بونو لاعب اساسي، ما علينا الا نديرو ركله البدايه. سيداتي سادتي اهلا ومرحبا بكم من ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث تقام مباراة اليوم وسط اجواء جميلة وطقس مثالي، وساكون معكم كالعادة انا محدثكم فارس عوض. لقاء اليوم ياتي اذا هنا البداية الخوت كما كتشوفوا احنا لاعبين لياسين بونو فقط، اذا ما خصناش نفوتوا هذا المربع هذا ديال حارس المرمى، غنبقاو في المكان ديالنا. حسب التعليق ديالكم الخوت الاغلبيه ما بغاونيش نخرج من هذا المربع، هذه صعيبه لهاد الكره ديال كوبنهاغن، لكن في ايادي ياسين بونو والعملاق ديالنا الخوت صراحه اللي يبدع في المونديال، نحاولوا نخرجوا الكره طويله يلا هكا نصيري سير تماركي. اذا هذه الكره ما وصلش هذه الكره هذه نصير وكضيع. انا نحاول ندور كره الخوت مع اللاعبين هنا بالنسبه للدفاع ديال إشبيلية، نحاول نطلع كره بعيدا نصيري ما كيستقبلش هذه الكره هذه وكترجع كوبنهاغن. صعيبه هذه الكره هذه مره اخرى، نحاول نخرج الضغط نخرج الضغط نخرج كره طويله يلا واحد يرتقي. النتيجه الدراري مازال صفر، هنا الهدف الخوت كيجي لصالح سيفيا، يوسف النصيري هو اللي كيماركي هذا الهدف هذا. اذا 1-0 سيفيا الخوت على كوبنهاغن، يوسف النصيري هذا هو الهدف ديال يوسف النصيري كما كتشوفوا، هدف هو الاروع في شباك ديال كوبنهاغن الخوت. بغينا الفوز مع هذه المباراه هذه باش نزيدوا الخوت نبقاو في الصداره ديال المجموعه ديالنا. والهدف الثاني الخوت كما كتشوفوا هنا لسيفيا، اذا الهدف الثاني هذا هو الهدف الخوت مره اخرى كما كتشوفوا الاعاده ديال الهدف، واذا الثنائيه الخوت لسيفيا على كوبنهاغن.
إذن هنا يوسف النصيري الخوت كأيضا غادر الأرضية الملعب دقيقة 87 تحت تصفيقات الجماهير. إذن ما بقول يصل الماتش الدري على إثر النتيجة هذه 2-0 لصالح إشبيلية على كوبنهاغن في الجولة الرابعة من تشامبيونز ليغ دور المجموعات. إذن الخط بالنسبة للتقييم ديال ياسين بونو جزنات جوج المهام متى الدري كما كتشوف. دابا الخط عندنا مباراة مع إلتشي، إذن إلتشي سيفيا الدراري غنمشيو ديريكس ديرو تخطي لهذا الماتش هذا رغم أن المدرب كان غيدخلني في الدقيقة 63. إذن نديرو أوكي. صلى الماتش الدري على إثر النتيجة هذه 3-2 لانتصار جديد لصالح إشبيلية في الدوري الإسباني. أما دابا الخط عندنا مباراة مع قاديش كذلك في الدوري الإسباني الدراري خصنا نتخطاو هذه المباراة هذه. نمشيو نديرو تخطي رغم أن ياسين بونو لاعب أساسي إذا نديرو موافق. كما كتشوفو صلى الماتش الدري على إثر النتيجة هذه 3-2 يعني أن ياسين بونو استقبل جوج. دابا الخط وصلت المباراة المهمة اللي غتكون مع المانشستر سيتي، فإلى غلبنا هذا الماتش هذا غنتأهلوا مباشرة الخط مع المانشستر سيتي اللي كتحت المركز الثاني 8 نقاط، نتمنوا نغلبوا في هذا الماتش. إذا سيفيا مانشستر سيتي الجولة الخامسة من دور المجموعات تشامبيونز ليغ، ما علينا إلا نديروا ركلة البداية. أجواء جميلة هنا في ملعب رامون سانشيز ولا بل أن تكون مباراة كبيرة من كبيرة التعليق معكم فارس عواض. ولقاء اليوم يأتي ضمن مرحلة المجموعات في بطولة تشامبيونز ليغ. إذا هنا كتنطلق هذه المباراة ديال الخوت كما كتشوفوا الاستعداد ديال ياسين بونو، نحاولوا الدراري نحافظوا على شباب النظام في الشبكة ديالنا الخوت. إذا هذه كرة لياسين نحاول نخرج كرة نرجعوا الدراري المكان ديالنا هكا ما نزيدوش نغامروا أكثر. هذه صعيبة الخوت فوضين الدراري كتقدم هذه الكرة هذه نحاولوا نغلقوا الزاوية ديالنا. هنا صعيبة مرة أخرى وياسين بونو كيتصدى الدراري هذه الكرة هذه كما كتشوف أمام دي بروين. إذا نحاولوا نخرجوا كرة طويلة هنا أمام نصيري. هنا صعيبة الدراري هاد الانفراد هذا رياض محرز لكن كيتمارك الخوت للأسف هذا الهدف هذا. إذا 1-0 كما كتشوفوا رياض محرز هو اللي كيمارك هذا الهدف هذا التقدم المانشستر سيتي على سيفيا. إذا هذا هو الهدف كما كتشوفوا الخوت كنا مغلقين الزاوية ديالنا الدراري كما ينبغي. هولندا الخوت كيسدد هذه الكرة هذه لكن ياسين بونو بالمرصاد أمام هولندا الدراري في هذه الكرة. هذه الإعادة الخط تسديدة ديال إيرلينغ هالاند لكن ياسين بونو الخط كيتصدى لهاد الكرة هذه كما كتشوفوا. هذه صعيبة مرة أخرى لمانشستر سيتي ضاغطين الخط على سيفيا. إذا مازال خاسرين الخط بواحد لصفر نحاولوا نخرجوا كرة طويلة هكا مرة أخرى يلا نحاولوا نجيبوا التعادل للفريق سيفيا. إذا الخط هنا التبديل ديال ياسين بونو كما كتشوفوا المدرب كيبدلنا في هذه اللحظات هذه ما عرفش الخط السبب. إذا غنمشيو ديريكت ونشوفوا النتيجة فقط. إذا غنديروها كتخصص أوكي. كما كتشوفوا صار الماتش على إثر النتيجة 2-1 إذا خسرنا هذا الماتش هذا مع السبب. دابا الدري عندنا مباراة مع بلد الوليد الجولة 15 من الدوري الإسباني، حنا مازال في المركز الرابع ب 31 نقطة. إذا غنمشيو ديريكت لهذا الماتش هذا ونديروا التخطي ونشوفوا النتيجة فقط. إذا غنديروا موافق أوكي. كما كتشوفوا صار الماتش الدري على النتيجه ديال 2-2 تعادل. دابا الخط عندنا مباراه مع الميريا كذلك الجوله 16 من الدوري الاسباني التعادل اللي كان مخيب مع بلد الوليد. غنمشيو ديريكت لهذا الماتش ونديروا تخطي ونشوفوا النتيجه كذلك. اذا صار الماتش الخط بنتيجه 2-0 يعني ان الشباك ديال بونو بقات نظيفه. اذا 3 نقاط جديده في الدوري الاسباني مع الميريا. هذا هو التقييم ديال ياسين بونو الخط انجز جميع المهام ديالو اللي كانت مطلوبه منه الخط. نصير مزراوي على الحين مال الخط لعب مع إشبيلية الصفقة اللي كان الدراري. دابا غنلعبوا مباراة مع بوروسيا دورتموند الجولة الأخيرة من دور المجموعات. هاد المباراة هادي اللي غتكون ديال الحسم الدراري، التعادل ولا الفوز هو اللي غيأهلنا للدور الموالي، أما الخسارة غنودعوا مباشرة. إذا بوروسيا دورتموند إشبيلية الخط ياسين بونو لاعب أساسي، ما علينا إلا نديروا ركلة البداية. أجواء مشتعلة هنا في ملعب دورتموند حيث تقام هذه المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كبيرة التعليق. مباراة اليوم تأتيكم ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. فريق بروسيا دورتموند في مواجهة إشبيلية الضيوف. إذا أخوتنا البداية على المباراة غادي نتمنوا نجيبوا تعادل ولا نجيبوا فوز باش نتأهلوا للدور 16 اللي غيكون من دوري الأبطال. وهنا كما كتشوفوا هجمة الخط مباشرة ديال دورتموند، نحاولوا الخط نحافظوا على نظافة الشباك ديالنا. الله مازال الدفاع ديال إشبيلية الخوت كما هذه كرة لسيفيا والهدف الأول الخوت. إذا 1-0 كما كتشوفوا التقدم لسيفيا. هنا راكيتيتش هو اللي كيمارك هذا الهدف على دورتموند في الملعب ديالهم. هذا هو الهدف ديال راكيتيتش الخوت مباشرة من الشباك ديال دورتموند 1-0.
هذه صعيبه الخوض ديال دورتموند، لكن هنا ياسين بونو بالمرصاد في هذه الكره هذه. يعني نحاولوا نخرجوا كره هنا من مناطق الدفاع، نحاولوا نخرجوا كره طويله هنا، اسيست عالمي كما كتشوفوا هنا الهجوم ديال اشبيليا. هذه صعيبه هذه الكره هذه، لكن ياسين بونو مره اخرى بالمرصاد كيتصدر هذه الكره هذه، مازال محافظين على نظافه الشباك ديالنا. هذه صعيبه الخوط لهذ الكره هذه ديال دورتموند، وياسين بونو كيتصدها الخوط لهذ الكره هذه كما كتشوفوا، خلينا التعادل. اذا هذا هو التصدي ديال ياسين بونو كما كتشوفوا، كانت ماشيه الخوط للشبكه مباشره، لكن ياسين بونو كيتصدى اخر ثواني الخوط وضاعت على دورتموند. يلا ما يجيبوش علينا الهدف التعادل هنا الانسلال، للاسف الهدف التعادل ماركاو علينا الخوط، النتيجه اصبحت 1-1. اذا هدف التعادل لدورتموند الدراري كما كتشوفوا تمارك علينا، هذا هو الهدف الخوط هنا الانسلال امام الدفاع، واخر مره الخوط التسديده اللي كانت هنا بشباك ديال بونو. اذا التعادل 1-1. يلا حاول خرج هذه الكره هذه مره اخرى الدراري كما كتشوفوا، الهجوم ديال دورتموند هنا في مناطق الدفاع. انا اخر ركنيه الدراري على ما اظن غيصفر الحكم في هذه المباراه هذه. نصيري كيرتقي لكن كتضيع مره اخرى، كترجع على زاله انا لدورتموند. وصل الماتش الخط على اثر النتيجه هذه 1-1. فرسميا الدراري اشبيليا كتاهل دور 16 من دوري ابطال اوروبا. اذا هذا هو النتيجه النهائيه الخط هنا، السيتي في المركز الاول وسيفيا في المركز الثاني بتسعود نقاط اهل مباشره للدور 16، كذلك مانشستر سيتي. اذا الخط دابا غتكون عندنا مباراه السيلتا فيغو، غنمشيو ديريكت على الماتش هذا، نحاولوا نديروا تخطي ونشوفوا النتيجه فقط مع السيلتا. اذا غلبت الخط سيفيا بواحد لصفر، وشيبك كذلك ديال بونو بقات ناض. دابا الخط عندنا مباراه مع اوساسونا في هذه المباراه هذه الدراري الجوله 18 من الدوري الاسباني. اذا غنمشيو ديريكت على الماتش هذا ونحاولوا نديروا تخطي ونشوفوا النتيجه فقط. اذا ندخلوا مباشره نديروا تخطي، نديروا اوكي هكا. اذا سال الماتش الخط على اثر النتيجه 2-2. دابا الدراري غتكون عندنا مباراه مع الريال مدريد الجوله 19 من الدوري الاسباني، غنمشيو ديريكت للموسم ديالنا هكا اوكي. اذا كما كنشوف الخط غندخلوا في الموسم ديال 2023، غيكون عندنا الخط هنا فتره الانتقالات مفتوحه، فإلا بغيتو ياسين بونو ينتقل لاي فريق خليو لي في التعليق ان شاء الله الخط غينتقل مباشره. اذا نخرجوا مباشره هكا الدراري، يمشيو للانشطه. كما كتشوفوا الخط عندنا هنا المبلغ ديال ياسين بونو حاليا 1,700,000 دولار الخط. غنحاولوا نفتحوا شي مشروع لياسين بونو والدراري يديروا استثمار. اذا عقار سكني غنديروا اوكي، الخط الدخل ديالو اللي هو 400,000 دولار ديال الربح، غنستناو 120 يوم باش يجينا هذا العقار هذا الخط ونستافدوا منه ولياسين بونو. اذا نحاولوا نديروا الدراري طلب الانتقال هنا لياسين بونو باش يجيونا العروض الخط ونتقلوا. اذا بالنسبه للطاقه بقات الدراري 84 والسن 31 سنه كما كتشوفوا. فتا لهنا الدراري غنحبس هذا الفيديو هذا، فإلى لقيت دعم على هذه السلسله هذه نحاول نحط عليها الفيديوهات كثار ان شاء الله في هذه القناه. فشكرا على المشاهده ديالكم، تهلاو.